هذا العرض فعليا هو هيك جهد مجموعة من الأشخاص. الفكرة أنه نحن عن جد نحاول نحكي عن موضوعات المرأة هاي المرة بطريقة مختلفة، لأنه أصلا الظروف اختلفت والمجتمع تبعنا اختلف بهدول 10 سنين. فكان في هيك مجموعة من الأصدقاء الأقوياء واقفين معي من البداية، من البداية النص كان الابنة الأولى اللي نحن قدرنا فعلا أنه من القصص اللي منشوفها كلنا كل يوم بالشارع بالطريق هدول 10 سنين نقدر نجيب يعني نعرض أهم الحالات اللي بتخص هدول النساء اللي هن كل يوم نشوفهم بالطريق. فأي كان تحدي كتير صعب، لأن نحن لازم نحكي عن أشياء محددة، عن أشياء هلأ بتعني لنا، مو عن أشياء هي مضى عليها الزمان يعني. وما بعرف يعني، بتمنى أنه هيك نكون صبنا الهدف. كان الهدف أنه نحن فعلا هذا العرض بالنص بتصميم إضاءته بالمكان الخاص اللي هو انكتب النص مشانه، نعمل هيك يعني مثل شغلة جديدة فعلا للناس، وهنا يكونوا جزء من هذا العرض أصلا، لأنه نحن فعليا توجهنا هو للمجتمع اللي احنا فيه. اكيد عم نشتغل فن، واكيد بيهمني الصورة الفنية، واكيد بيهمني ممثلاتي القويات، وبيهمني انه عن جد اوصل لهيك عرض كتير كويس. بس بنفس الاهمية بالنسبة لي هو الناس اللي عم تحضر، موقع الناس اللي عم تحضر، قاعدين ببيت حقيقي، بيت عربي بيشبه البلد، بيشبه كل البيوت. فبتمنى انه نكون صبنا الهدف. اللي بيعني لي كان فعلا قد ما يكون العرض كويس، بيعني لي كمان يكونوا الناس قدروا هيك تواصلوا معنا، كونوا قربناهم مننا، كونوا تفاعلنا معهم، كونوا حكينا لهم عن اللي بالنسبه لي هي اهم القضايا اللي لازم نحكي عنها اليوم بسوريا هلا حاليا. يعني نفس المسرحيه بيحكي عن قضايا المراه او علاقه المراه مع المجتمع، وخاصه بال10 سنين الاخيره. مجموعة سكتشات، مجموعة حتوتات أو مجموعة قضايا فيما بخص بين الرجل والمرأة، أو بين علاقة المرأة مع المجتمع، كيف بيشوفها، كيف بنظر لها، كيف بتعامل معها. هي بالمختصر المفيد يعني. وفي شيء له علاقة بقصة حقيقية بآخر العرض، بتنعرض قصة هناء، معروفة هناء البنوتة اللي توفت، يعني شيء في قسم منه وثائقي. نحن البنات عم نلعب مو دور واحد او شخصيه واحده، كل حدا عم يلعب اكثر من شخصيه، كل شخصيه بتتميز عن الثانيه، وكل وحده لها صفه ولها سيرتها الذاتيه ولها هيك شيء خاص فيها، متفرده عن البقيه يعني. وتم ترابط يعني عن طريق بقى هي حلول اخراجيه، عرفتي؟ هلا بدي احكي لك شو الجديد اللي ضاف لي هذا العرض. الجديد المكان، مكان البديل. كتير كان هذا شيء جديد، و يعني ضاف هيك يعني، طلعتي عن الشيء المعتاد انت اللي هو خشبة المسرح. كيف قدرنا نتعامل معه، ان كان مع جمهور، ان كان مع الجو الموجود في البيت العربي، بالإضافة لأن هي من ناحية المكان. الظرف اللي نحن يعني عايشين فيه، نحن بتعرفي يعني وضع الكهرباء، بدك تعملي عرض بمكان بديل، فأنت ما بتقدري تحطي بونجكتور عادي، لا بدك تضطري تعملي شيء له علاقة باللدات، تخدمي العرض بكل النواحي. يعني حاولنا قدر المستطاع انه نعمل هيك، يعني طبعا بوجود الشباب اللي معنا، نعمل هيك اضاءه هيك مناسبه للعرض. خليني اقول الحقيقه يعني كانت تجربه ممتعه جدا. مثل ما شايفين يعني ابسط الامكانيات، حاولنا نعمل شيء، وانا كثير امنت بفرح وبمشروعه، فطلعت كثير سعيده بهي التجربه. قد ايه اضافت لك هي التجربه؟ الحقيقة كتير، لأنه مثل ما ذكرت لك الظروف كانت كتير صعبة، فاشتغلنا بأصعب ظروف أنه ممكن تكون، فهذا الشيء عطاني خبرة منيحة كتير، يعني أنا طلعت من هون مو مثل ما قبل ما فوت حتما. المسرحية هي كانت تجربة جديدة بالنسبة لإلي، نوع أداء مختلف، نص مختلف، مكان أول مرة بشتغل شيء بمكان بديل. تحمست مع اني اجيت فترة قصيرة، يعني شي 20 يوم قبل العرض بس، وكانت تجربة ما بعرف يعني هلأ مالي قدراني احكم، بس انا مستمتعة فيها.